سوف نتعرف على طريقة كيفية إيجاد اسم ملف الافتراضي على تطبيقكم كام سكانر. نقوم بالضغط هنا على تطبيق كام سكانر، بعدها سوف نقوم بانتظار قليلا، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على عرض وإنشاء، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على اسم ملف الافتراضي، وهنا سوف نقوم بإيجاد اسم الملف الافتراضي. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.